على أنغام أوبريت بنحب الإسماعيلية انطلقت فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 20 بمشاركة 22 فرقة عربية وأجنبية ومصرية تحت رعاية محافظة الإسماعيلية ووزارة الثقافة. مهرجان من أكثر المهرجانات يعني أو الحفلات اللي بنحضرها، المشاركة بتكون تقريبا سنوياً، كل احنا الفرقه من اللي هم اللي بيرجحوهم كل سنه يعني للمهرجان. احنا بنشترك في المهرجان من سنه 85، من اول ما اتعمل المهرجان من 20 عام او من ال 20 دوره اللي فاتوا كنا احنا مشتركين فيهم. اود ان اتحدث عن الناس هنا لانهم مختلفون عن اي مكان، فهم متحمسون وذوقون للفن كما انها تجربه رائعه لي في مدينه الاسماعيليه. هو طبعا المهرجان ده احنا متعودين عليه دايما، يعني الحمد لله ان هو رجع تاني، وطبعا ده حاجة جميلة جدا لان اساسا مشرفة للعالم كله، لشعوب العالم والسلام، وحاجة يعني بتفرح كل اهل مصر. بنيجي نثبت للناس هنا ان احنا ما زلنا على ارض الوطن، وان احنا بنثبت لهم ان احنا برضه هنفضل نشتغل وهنروح ونيجي ومش هنقدر ننهي وجودنا يعني ونمثل التراث السنوي بتاعنا. كل شيء هنا يسير بشكل رائع ونحن نستمتع بالأجواء في مهرجان الإسماعيلية، كما أننا نحرص على تقديم فننا بأسلوبنا الخاص المتفرد. النهاردة أنا أول مرة أحضر المهرجان، وبإذن الله أحضر المرات الجاية كلها. على 8 مسارح مختلفة وعلى مدار 5 أيام تستمر فعاليات المهرجان، ومن حيث بدأ تقام المراسم الختامية على أرض استاد الإسماعيلية. استعدادات كانت مبكرة جدا وتعليمات من السيد المحافظ لكل الجهاز التنفيذي برفع كفاءة يعني كل الأمور المتعلقة والأمور اللوجستية المتعلقة لنجاح المهرجان في هذا الصرح الكبير استاد الإسماعيلية اللي كان شهد عرس الأمم الإفريقية، وبالتالي زي ما حضرتك شايف هذا المهرجان انقلب لعرس. مشاركة جماهيرية كبيرة جدا من يعني جماهير الإسماعيلية مواطنيها، عشاق الفن، عشاق الرياضة، عشاق كل ما هو جميل. الموضوع تنشيط السياحة الدولية وليس فقط الإسماعيلية فقط، ولكن جمهورية مصر العربية اللي بتحتضن. على فكرة احنا موقعنا على البحر الأحمر والبحر المتوسط، احنا موقعنا متميز جدا جدا عديد من القارات، ودي حاجة مفروض نبقى من بدري، بس معلش احنا زي السياحة دايما في مصر بتمرض لكن لا تموت. ويعد مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية أحد المنابر المهمة للتعريف بالموروثات الحضارية والحفاظ على الهوية، ويعمل على الترويج الفني والثقافي للبلاد. أحمد عبدو، NBC مصر.